حقيقة الأمراض. يعني في هذا البرنامج نبين يعني بعض الأسباب التي يعني تسبب هذه الأمراض، وعلاقة طبعا علاقة مع التغذية، مع نمط العيش، مع الأشياء هذه، حتى الأشياء البيئية مثلا، بعض التلوثات من البيئة. واليوم سنتكلم عن خلل الهرموني، وهذه الأشياء أصبحت ظاهرة الآن في كل البلدان العالم على الأسف الشديد. حتى يعني في البلدان العربية أصبح هذا الخلل الهرموني عند النساء، يعني هذه الهرمونات الدورة الشهرية الخصوصية اللي نتكلم عليها، بعد النزيف الدموي، بعد الدورة الشهرية مدة طويلة، يعني قد يعني تتوقف شهر شهرين ثم تعود إلى آخره، أو بعد الآلام الشديدة عند النساء إلى آخره. فجل النساء الآن عبر العالم مع الأسف الشديد يستعملون بروجستوجين، ليس بروجستيرون، لأن البروجستيرون هو الهرمون الذي ينتجه الجسم طبيعي، أما التي يعني يستهلكها الناس أو هذا الهرمون الذي تستعمله النساء هو البروجستوجين، هو يعني هرمون مصنوع، يعني ممثل، يعني السنتيزيس. وهذا البروجستوجين هو عنده نفس الخصائص البروجستيرون الطبيعي، ولكن طبعا لا يمكن أن يكون مثله، يعني الوظيفة تقريبا يؤدي نفس الوظيفة ولكن ليس بنفس الطريقة التي يؤديها الهرمون الطبيعي عند النساء. قد يصل هذا الخلل مع الأسف الشديد إلى ارتفاع البرولاكتين، هرمون البرولاكتين عند النساء، حتى يكون هناك سائل في الثدي، ثم يكون طبعا آلم الرأس شديدة، لأن هذا الهرمون البرولاكتين يتزامن بعض الأعراض الأخرى. وهذه الأشياء الآن أصبحت ظاهرة في المجتمع مع الأسف الشديد. أنا أقول مع الأسف الشديد، أن لم تكن لدينا هذه الأعراض، ما هي هذه الأعراض؟ يجب أن تكون في الدول التي سنتكلم عن النظام الغذائي الذي أصبح في هذه الدول. فالمعلوم أن تكلمنا عن النظام الغذائي المتكامل، وهذا النظام الغذائي هو النظام الذي يشمل بروتينات ويشمل دهنيات ويشمل سكريات، كل هذه أشياء طبيعية طبعا، يعني ليس سكريات صناعية، ثم يشمل ألياف غذائية دائبة وغير دائبة، والمضادات للأكسدة، وكذلك الفيتوستيرولات مع الأستروجينات، مع الهرمونات الطبيعية التي توجد في النبات، وليست الهرمونات الصناعية التي قد تأتي من بعض المنتوجات الحيوانية، لأن الآن أصبحت الهرمونات تستعمل في الإنتاج اللحوم والحليب والبيض. ولذلك يجب أن نتكلم عن الهرمونات الطبيعية التي توجد في الطبيعة، والهرمونات سموها زينوبيوتيك، يعني هرمونات يعني خارجية التي تأتي مع الأغذية، وهي التي يعني عندها نفس المشكل، هي التي تلخبط يعني هذه يعني هي التي يعني توقع هذا الخلل في الهرمونات عند النساء. فهذا النظام المتكامل هو يجب أن يكون، لماذا سميناه متكامل؟ لأن الناس كتلوا الكلام على النظام المتوازن، وليس هناك نظام متوازن، نظام غذائي متوازن لا يوجد، هذا كلام فقط. لكن لما نقول نظام متكامل، فمتكامل يعني في بنفس الوقت كل المكونات الغذائية يجب أن تكون بنسب معينة. فالنسب التي يجب أن تكون مرتفعة هي نسب الألياف الغذائية، الألياف الغذائية يجب أن تكون بنسبة مرتفعة جدا، ثم النسب الأخرى يجب أن يكون السكريات والدهنيات بنسب معقولة، ثم طبعا يبقى البروتينات يجب أن تكون بكمية جيدة، وكلما توفرت هذه البروتينات كلما كان الجسم يعني بصحة جيدة، وكلما كانت يعني الفيزيولوجيا يعني جيدة، لا يكون هناك نقص في بعض الحمضيات الأمينية مثل نقص اللايزين أو نقص الفينيلألانين أو التريبتوفان أو نقص الميثيونين إلى آخره. هذا النظام المتكامل من جملة، لماذا سميناه متكامل؟ لأن من قبل كان علم التغذية يعني محصور، وكان يعني في بعض الأشياء يعني بروتينات دهنيات يعني سكريات، ثم ألياف غذائية فيتامينات أملاح معدنية، لكن لم يكن يتطرق أو كان يعني لا يهتم بهذه الهرمونات، هي الفيتوستروجين يعني الهرمونات النباتية، ثم الفيتوستيرول، وكذلك الألياف الغذائية، منها بعض أنواع الألياف الغذائية التي لها دور يعني فيتوستروجينات مثل الليجنان، هذه الليجنين الموجودة في نخالات القمح. ثم لدينا حبوب، هذه الحبوب هي مصدر الفيتوستروجينات كذلك ومصدر الفيتوستيرول، هي الحبيبات أو البذور التي تكلمنا عنها، حبوب الكتان، حبوب السمسم والحلبة والحبرشاد، وكذلك يعني اليانسون والشمرة، حبوب الكزبرة إلى آخره، هذه كلها
حبوب يعني مهمه، الحبه السوداء كذلك كلها حبوب مهمه في التغذيه، يجب ان لا نتغاضى عنها. فمع الاسف ما الذي ينقص في هذا النظام الذي يعني ترتب عنه هذا الخلل الهرموني؟ هذه حقيقه الامراض، ان النظام الحديث او هذا المودرن يعني دايت، هذا النظام الحديث مع كثره يعني تداعيات يعني حول البروتينات، وان التغذيه الجيده هي اللحوم والبروتينات، وان الذين يتغذون بالنبات يعني تغذيه ناقصه، يعني تغذيه متدنيه وناقصه، حتى انهم كانوا يسخرون ويحتقرون من النظام النباتي، يحتقرونه، وكانوا يحتقرون الذين يستهلكون الخبز او النبات يعني، وان يحسبون ان الذين يتغذون على اللحوم والاجبان الحليب يعني منتوجات الحليب هي التغذيه الراقيه. مع الاسف هذا يعني خلل الذي وقع في هذا النظام هو الخلل الذي انعكس على صحه الانسان. اللي تكلمنا على حصوات المراره، واليوم نتكلم عن الخلل الهرموني، وسنتكلم عن سرطان الثدي وسرطان القولون، ثم كذلك سرطان البروستات. يعني هذه كلها اشياء ترتبت عن الخلل في هذا النظام الغذائي، يعني في هذا النظام المتكامل. نقص في النظام المتكامل هو نقص البذور، حبوب الكتان، الحلبه، حبر الشاد، اليانسون، الحبه السوداء، يعني هذه الاشياء هذه ناقصه. النظام الغربي ليس فيه هذه الحبوب، قليل من السمسم يعني اشياء هكذا، ولكن يعني هو يعني تكاد تنعدم هذه الحبوب في النظام الغربي. ثم كثره الشحوم المشبعه، كثره الشحوم الحيوانيه مع الكوليسترول، لان دائما اللحوم المواد الحيوانيه كلها يعني فيها كوليسترول، يعني مع شحوم مشبعه، شحوم زائد كوليسترول. ليس هناك لحم ليس فيه هذه الاشياء الا لحم السمك، ولحم السمك طبعا نخرجه ليس مع الحيوانات، لان هناك الحيوانات البريه ثم المنتوجات البحريه، فنحن نتكلم عن الحيوانات البريه. كل الحيوانات البريه عندها كوليسترول وعندها شحوم، جميع الحيوانات والدواجن، الدجاج والديك الرومي والقنية وال يعني وهذه النعامة واللهمة والإبل والبقر والغنم والماعز، وهذه كلها حيوانات عندها كوليسترول وشحوم، لأن هي من خصائص اللحوم البرية هي الكوليسترول وهذه الشحوم. فالحليب نفس الشيء، لما نستهلك هذه المواد بكثرة ثم ننقص من استهلاك النبات، وطبعا يطغى الكوليسترول مع الشحوم المشبعة من الستيريك من البالميتيك ومن حمض الأوميغا 6 مع الزيوت المكررة اللي فيها حل يعني ترانس، يعني هذا الحمضيات الدهنية ترانس. فهذا النظام اللي فيه هذه الأشياء ليس فيه ألياف غذائية كافية، وليس فيه فيتوستروجينات مع أستروجينات نباتية، فهذا النظام مختل، النظام الغذائي مختل. فانعكس عنه ان هذا الكوليسترول مع الشحوم في غياب المضادات للاكسده وغياب الفيتوستروجينات مع الفيتوسترولات الطبيعيه التي تنظم الجسم، طبعا يطغى على فيزيولوجيا الجسم على مستوى الجونادوستيمولينات وعلى مستوى الهرمونات التناسليه، يعني هذا افراز هذه الهرمونات. فمع الاسف الشديد هذا هو الواقع لهذه الامراض، أن النظام اللحم الذي ليس فيه هذه النبات بكثرة إلى آخره هو نظام الخلل الهرموني. أصبح الناس يعني النساء في الغرب جلهم، أنا أستحي أن أقول كلهم، ولكن جلهم الآن استعملنا البروجستيرون لتنظيم الدورة الشهرية. هذه الهرمونات التناسلية الصناعية التي يأخذونها من الصيدليات لتنظيم الدورة الشهرية وليس لمنع الحمل. نوضح الأمور، لأن كانت البروجستوجين يعني تأخذها النساء لتنظيم الحمل، الآن أصبحت النساء تأخذ هذه الأشياء لتنظيم الدورة الشهرية وليس لمنع الحمل. علينا هي منع الحمل وليس تنظيم الحمل، باش ما نبقاوش نستعمل كلمات باللغة العربية ليس في محلها. يعني لما نستعمل هرمونات النساء تستعمل هذه أقراص منع الحمل وليس تنظيم الحمل، لأن يعني سنرى أنه ليس تنظيم الحمل إنما تخريب الدورة الشهرية عند النساء أولا قبل ما نوصل لهذا تنظيم الحمل. فهذه الأشياء نسمي الوزة وزة، يعني وليس نتكلم هكذا. فالآن الخلل أن أولا النساء بدأت تستعمل بروجستوجينات لمنع الحمل زائد الشحوم مشبعة كوليسترول ناقص حمض الأوميغا 3 فيتوستروجين فيتوستيرول ألياف غذائية طبعا مع المضادات للأكسدة، يساوي في الأخير النتيجة الأخيرة الحاصل الخام الاخير هو خلل هرموني عند النساء، لخبطه في هرمونات التناسليه، وقد يظهر اشياء يعني خطيره جدا. بعض النساء عندهم ارتفاع تستوستيرون، وبعض النساء عندهم شعر في الوجه، يعني ينبت شعر في الجسم وشعر في الوجه،
طبعا لان ليس حل من اللي كان وصلوا لهذا الحد، لا ليس هناك حل، ما نصل الى هذا ليس هناك حل، لان هذه الاشياء هذه الهرمونات يعني حفزت هذه الخلايا البصيلات التي تنتج الشعر، تحفزت وهذه البصيلات اصبحت تعمل بطريقه عاديه وتلقائيه، ان هذا الشعر يخرج مع الاسف الشديد عاديا كيف ما كان الحال، ازاله الشعر بطريقه فيزيائيه وليس بطريقه فيزيولوجيه، لا يمكن. فهذا الخلل الهرموني الذي يؤدي إلى الخلل الهرموني، حقيقة المرض هو هذا. أظن إلى هذا الحد أن كل النساء الآن فهمنا ما هو كيف يجب أن يتعاملن مع هذا الشيء. إلى هذا الحد، يعني بدون أن أكمل يعني المعلومات، إلى هذا الحد إذا فهم النساء فهمنا حقيقة هذا الخلل الهرموني، الحل هو يعني أن يتراجعنا عن هذا النظام، فقط أن يتراجعنا عن هذا النظام. لكي نوازي لكي علي نسوي هذا الميزان الذي اختل لكي نسويه كي يصبح يعني جيد متجانس متوازن، هذا التوازن هو المهم جدا. فيجب أن تعود النساء إلى المواد النباتية. لماذا؟ لأن النبات مصدر الفيتوستروجين والفيتوستيرول ومصدر الأوميغا 3 زائد سمك، نظام النباتي زائد سمك، سمك يعني جيد في هذه الحالات. أو ربما بعض النساء في الدول هذه الدول المصنعة التي لا تقدر على الطبخ والأشياء هكذا، ربما تتناول أقراص الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3، تناول أقراص حمض الأوميغا 3 وربما تناول مكملات غذائية ففيتوستروجينات، يعني مش مشكل. أن الظاهر الآن والغالب الآن في السوق أن الفيتوستروجينات الآن التي تتناولها الناس على شكل مكمل هي من الصويا، هي يعني هذه الأشياء يعني زيت الصويا أو خليط الصويا أو شيء هذا، لأن الصويا يعني مصدر لهذا. لا داعي إلى تناول هذا المكمل يعني المصنوع من الصويا. فالنظام الغذائي كافي لكي يعيد التوازن، كافي جدا، ولكن بدون تهور. أنا بعض النساء يعني الآن يتصلن تقول لا أنا اتبعت نظام نباتي ولم أحس بشيء. هي لم تحس بشيء لأنها لا زالت لما تعزم عند صديقتها ولما تعزم في بيت أبيها وشيء أنها تأكل دجاج وديك رومي إلى آخره بزيوت مكررة، ولا تعلم بأن وجبة واحدة كافية بأن تعيد النظام إلى أصله، أن تعيد الخلل إلى أصله. وجبة كافية، وجبة كافية فيها هذه اللحوم وتعيد النظام إلى أصله حتى ولو بعد شهر وشهرين. يجب أن لا يكون هناك تهور، يعني التوقف عن تناول جميع المنتوجات الحيوانية بكل هدوء وببساطة وبكل علوم، طبعا بعلم وليس بجهل، التوقف عن تناول جميع اللحوم والألبان، كل المنتوجات الحيوانية، دجاج، ديك رومي، غنم، بقر، ماعز، حتى بالنسبة للدول الغير إسلامية خنزير، وحتى المنتوجات اللحم هذه، يعني هذو الميت برودكتس وهذه المسائل اللي مصنوعة مثل النقانيق مثل أشياء هكذا. ثم إذا النساء يعني توقفت كذلك على المواد المعلبة، المواد المصنعة، لماذا؟ لأنها قد تحتوي على الترانس، لأن كثير من البسكويتات والحلويات الآن تضاف إليها مارغرينات وزيوت مهدرجة. من الأحسن أن تتوقف النساء على المواد الصناعية. ثم النظام يكون طبخ المنزل فيه كل شيء، أن هناك من سيشتكي ماذا سأكل إلى آخره. لا، كل الناس يعني سبحان الله، كل الناس يعني لما نقول لهم اقطعوا اللحم تقول ماذا سأكل، وكأنه يفطر باللحم ويتعشى باللحم. يعني الله سبحانه وتعالى خلق في الكون كل شيء، واللحوم ليست أصلية في التغذية. لازلت أقولها وأرددها وبكل اطمئنان وبكل علوم، وأنا أعرف ما أقول، اللحم ليس أصلي في التغذية، ليس قولا إنما علما. ممكن شخص يقولها هكذا ولكن أنا أقولها علما، يعني اللحم ليس أصلي في التغذية. إن هناك جعلوه أصلي في التغذية، ويعني جعلوه أن من لا يأكل اللحم أنه لا يتغدى. ولما يعني أصحاب هذا النظام اللحم هو الذي أدى ب 50% من الوفيات في أمراض القلب والشرايين، هذه اللحوم من اللحوم ليس من الشحوم. فالنساء تتوقف عن اللحوم، مواد صناعية، عن الزيوت، زيوت يعني هذه المكررة، زيوت المائدة، وأن تستعمل زيت الزيتون مع نظام نباتي زائد سمك فيه حبوب نشوية، حبوب نشوية بالنخالة، أقولها مرتين، القمح الكامل أو شعير، لكان النساء لا يقدرن على القمح، لما لا شعير، أو رز كامل كذلك، لما لا، أو ذرة طبيعية بلدية جيدة، بورية برية، هذه اللي عندنا في بلداننا، الحمد لله ما زال عندنا هذه الذرة.
ثم تناول الخضار بكل أصنافها، ثم البقوليات أو ما نسمي في المغرب القطاني، هذه القطنية، البقوليات تصبح هنا إجبارية في النظام اللي فيه خلل هرموني، لأن هذه البقوليات الفول والحمص والعدس والفاصوليا والمسائل هذه كلها هي أول مصدر للفيتوستروجينات، أول مصدر للفيتوستروجينات، بعدها طبعا يعني نخالة القمح والشعير الحبوب هذه يعني الحبوب النشوية، ثم هذه البقوليات المصدر التالي ثم البذور، حبوب الكتان، سمسم، حلبة إلى آخره، وفي الأخير أن حتى بعض الأشياء الغابوية التي خلق الله هي فيها فيتوستروجين وفيتوستيرول قوي جدا جيد، يعني المسائل هذه الفواكه الجافة مثلا، تمور، تين، أشياء هكذا جيدة في التغذية، ثم بعض الأشياء هذه مثلا تمار الدوم أو العناب، أشياء مثل البلوط، أشياء كثيرة هكذا اللي عندنا في الغابة، أشياء هذه مواد غذائية وليست مكملات غذائية، مواد غذائية إن وجدت جيد، إن لم توجد جيد، فيكتفي الناس بالحبوب والبقوليات القطاني، خضر، فواكه، يعني كافي، نظام جيد كافي. في فصل الشتاء وفصل الربيع تخرج بعض الأوراق غنية كذلك بالفيتوستروجينات، وهي التي كانت تستعملها النساء من قبل لتضبط هذه الهرمونات. نساء كانوا يطبخون هذه الأوراق لوحدها بدون لحم وبدون زيت، هذه الحميضة أو الحماض والقراص، كذلك هذا السلق، يعني هذه الخبيزة، كاين القرنينة، كاين الزرنيج، كاين التبش، أشياء كثيرة هذه اللي عندنا في هذا الوقت هذا كتخرج، هذه كلها أشياء جيدة لهذا الضبط الهرموني. والنساء كانوا كيعملوا كسكس بهذا الأشياء هذه، هذا الخشاش، كسكس بدون لحم بدون زيت، شيء من زيت الزيتون، كان يعني كيدهنوا بزيت الزيتون، وكانت الحمد لله كان يعني النساء على احسن ما يرام، لا في الولادات ولا في الخلل الهرموني ولا في هذا المشكل ديال يعني ارتفاع الحراره قبل سن الياس، لم يكن معروف عند النساء، لم يكن معروف الى الان، هو معروف لماذا؟ لان النساء يتناولن حبوب منع الحمل. ثم سنعود لمشكل حبوب منع الحمل، ثم هذا النظام الذي سنعيد به هذه الدورة الشهرية إلى مكانها، بشرط ما قلت ألا يكون هناك تهور، أن بعض النساء تقول لا بأس أن أكل شيء من الدجاج هذا الأسبوع، لا بأس أكل شيء، أو لا بأس أن أخذ حلوى أو كيك أو شيء فيه زيت أو مارغرين أو شيء، لا بأس أخذ شيء قليلا، فيه بأس شديد، يجب أن تتوقف عن جميع المواد الصناعية والمواد الحيوانية، أن تتبع هذا النظام النباتي، زيت الزيتون عوض الزيوت المهدرجة أو الزيوت الصناعية المكررة أو المارغرينات أو الشحوم أو شيء، ثم هذه يعني البقوليات تأتي بالبروتينات عوض اللحوم، ثم السمك عنده حمض الأوميغا 3 وفي فيتامين دي وفي كالسيوم، فيه اليود، فيه يعني تريبتوفان، ما هذه الأشياء هي النظام المتكامل أو الذي سنعيد به التوازن للجسم مع خشاش الأرض، مع هذه الأوراق التي تخرج، مع السلطات، مع أشياء كثيرة. الآن خارج الخرشوف، كاين البسباس، كاين الكرفس، كاين هذا المقدونيس، كاين أشياء كثيرة الآن خارجة في الشتاء وفصل الربيع. هذه الأشياء هي هذا هو النظام بكل بساطة التي يمكن أن يعيد هذه الدورة إلى مكانها. قد هناك نساء ستتحسن حالتهم بعد شهر أو شهرين، يعني 50 يوم إلى 70-75 يوم. كاين نساء يعني ستتحسن حالتهم بعد 6 أشهر، أو لماذا؟ لأن هناك نساء لا يتحركن، هذا مشكل كبير، المرأة التي لا تتحرك، مرأة عندها مشاكل في 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 الرحم وعندها مشاكل يعني في المبيض، المرأة التي لا تتحرك عندها مشكل في الرحم وفي المبيض، الحركة ضرورية للنساء أكثر من الرجال، لكن مع الأسف الشديد كنلاحظوا أن النساء ما كيتحركوش، الحركة يعني هناك نساء لا يتحركن، هناك نساء لا يقمن بجهد، يعني لا يتعبنا، لا يتعرقنا، المرأة خاصة تعرق، ستخدم تعرق، وهناك نساء يعني يكثرن الأكل، هناك نساء لا يأكلن كثير، وهناك نساء يأكلن بالليل، نساء لا يأكلن بالليل، هناك نساء عندهم 30 سنة، هناك نساء عندهم 45 سنة، هناك نساء كنا يستعملن حبوب منع الحمل، نساء لم تستعمل نهائيا حبوب منع الحمل، هناك نساء عندهم ستريس، يعني عندهم ضجر وقلق، غضب، يعني هذا طبعا هناك نساء منشرحات، عندهم ما عندهمش مشاكل،
فهذه كلها عوامل تدخل تؤخذ بعين الاعتبار في هذا التوازن لكي نعيد هذه الهرمونات إلى مكانها. فيجب أن لا يكون هناك ديبريشن، يكون هناك يعني ستريس ديبريشن، يكون هناك يعني قلق تعصب يعني توتر، ويجب أن تتحرك هذه المرأة، ويجب أن تستريح في الليل لحاجة، ويجب أن لا تأكل بالليل، الأكل بالليل ممنوع ممنوع ممنوع، 3 مرات على النساء، الأكل بالليل ممنوع 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 6 مرات. يعني خطر خطر الأكل بالليل خطر على النساء، لأن المرأة عندها تخزين الشحوم سهل جدا، ممكن أن تخزن الشحوم ثم إذا أكلت في الليل فهي مقبلة على النوم، ثم يكون هناك خراب ودمار داخل الجسم، لأن يعني النساء الآن عندهم ارتفاع الضغط. فهذه الأشياء، هذه النساء التي كنا يأخذن حبوب منع الحمل، طبعا يعني غادي يكون وقت، سيأخذن وقت لكي تعود هذه الدورة الشهر. النساء كذلك اللي عندهم ستريس، اللي عندهم ضجر، اللي عندهم توتر، والنساء اللي عندهم عمر أكثر من 40، ما بين 40 وال 50، اللي مازال الدورة عند يعني قبل سن اليأس شيء ما، ثم ليس بنفس الشيء عند البنيات مثلا 18 سنة و 20 و 24 و 26 سنة، هذو عندهم شيء جيد، هذو يعني بسهولة. عامل الحركة يعني هنا النساء يجتهدن، لقد أصبح الأمر الآن يعني شيء يعني واحد نسبة من الأمر أصبح بيدهن، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن شيء من الأمر أصبح بيدهن الآن، ممكن أن يتصرفن فيه، وهذا الشيء هو كلما اجتهدنا كلما كان هناك خير إن شاء الله. والتوقف عن الكوليسترول والشحوم المشبعة، هذا ستيريكول بالميتيكول أوميغا 6، حمض الأوميغا 6، ثم الحمضيات الدهنية ترانس، هذه يعني من الزيوت المكررة. نحن نعطي نتكلم بترمينولوجيا، يعني نتكلم بهذه لغة علمية، مصطلحات علمية هذه. ثم لما نتوقف عن هذه الأشياء، عندنا أكثر من 40% من العلاج، ثم 60% تبقى في النظام النباتي، فيه زيت الزيتون طبعا وفيه سمك. نظام النباتي يعني كل نبات زائد زيت الزيتون سمك. النبات الحبوب النشوية يجب أن تكون بالنخالة، لا يكون دقيق أبيض. ثم القطنية القطاني أو البقوليات يجب أن تكون يعني مكون غذائي كبير جدا في هذا النظام. ثم أن لا تنسى النساء هذه الحبوب، هناك بعض النساء بدأوا يخلطوا الحلبة وحب رشاد والحبة السوداء ويدقوهم ويشربوهم ماشي يسووا الهرمونات، لا داعي. ليس بالضرورة أن تكون كل الحبوب، وليس بالضرورة أن تكون بكمية كبيرة، شيء هكذا بالأصابع يؤخذ يوضع في الأكل فقط. هذا هو يعني هذه الطريقة باش كاين القدر الذي علمنا الله كيف نأخذ هذه الأشياء، هذه تكون في الأكل فقط. ثم في الأخير الحركة، الحركة مهمة جدا، المشي، ريادة، تعب، عمل، يعني لابد المرأة لازم تتحرك، يعني لما تتحرك سيتعطل هذا النظام، سيتعطل يعني لكي يعيد هذه الدورة. الحركة، وكلما كانت حركة متعبة كلما كان جيد، يعني إذا المرأة قامت بريادة أو بعمل يجب أن تتعرق ويجب أن تحس شيئا ما بالإجهاد. ثم العامل الآخر هو يعني هو العامل الذي لا يمكن، هو الذي يكمل هذا الطريقة، هذه إعادة التوازن، ولا يمكن أن لا يكون توازن إذا أدخل هذا العامل، هذا العامل الحركة وعامل الجوع. عامل الجوع مهم أكثر من الفيتوستروجينات، لأن الجوع هو العامل الوحيد الذي يضبط الهرمون في الجسم. كلاحظوا الناس في رمضان أنهم يكونوا على أحسن ما يرام. العامل الوحيد الذي خلق الله في الأرض، ليس هناك شيء، لا دواء ولا شيء نبات ولا أي شيء يضبط، يعني يضبط الهرمونات بسرعة وبقوة، الجوع، الصيام أو الجوع بشرط، أنا أقول الجوع أحسن، الجوع أحسن، لأن الصيام شيء آخر. الجوع عشان الجوع أن الشخص لا يأكل مثلا وجبة أو 6 ساعات 7 ساعات قبل الجوع. لماذا؟ لأن الجوع لا يجعل الشخص أو لا يدفع الشخص إلى كثرة الأكل. الصيام عكس، الصيام يدفع الشخص إلى كثرة الأكل، لأنه صائم في المساء سيأكل 5 أضعاف. فإذا قدر الله، إذا الناس اختاروا الصيام، الصيام الذي يعني أتكلم عنه الآن وليس أي صيام، إن الصيام توا عنده شروط وعنده قواعد. الصيام الذي أتكلم عنه أن الشخص لما يصوم يتحرك كما كان يتحرك، وأنه في المساء لا يأكل أي شيء، لكي يعطي معنى للصيام، لكي يزكي هذا الصيام. أما إذا صام ثم في المساء يأكل 5 كيلوغرامات من الأكل، فهنا لا يزكي الصيام. الصيام هو أنك تصوم وتتحرك تماما كما يتحرك الناس العاديين، ثم في المساء تكتفي بقدر بسيط، يعني تمر مع ماء، مع حساء
شعير مع شربة خضار مع شاي مع أشياء بسيطة هكذا. لا يكون لحوم، لا يكون إدام أو شحوم أو أي شيء في الإفطار، وأن لا يكون 50 صحن أو لا يكون 17 أكل، أن يكون أكل واحد أو اثنين نباتي بسيط جدا يكفي أن يعني لا يحس الإنسان بالجوع، أن يعني يكسر هذا الصيام فقط، هذه ثم يعني بخير. يعني الخطأ الآن في الصيام أن الناس كلهم تقولوا أنا أصوم ولكن لا أحس. نعم أنك تصوم، نعم من الناحية الدينية، ولكن لا تصوم من الناحية الطبية. الصيام عنده شروط كونية، شروط شرعية لك عارفة، ولكن الشروط الكونية لا يعرفها الناس. الشروط الكونية أنه لما تصوم اثنين خميس ثلاثاء أربعاء صوم كل أيام الله يعني سوى، صوم أي يوم بغيتي، أنك لما تصوم يجب أن لا تأكل في المساء. الصيام يعني الصحيح يعني الكوني، التعريف الكوني للصيام، أنك لما تصوم لا تأكل في المساء. أما إذا صمت وأكلت في المساء يعني وجبة ثقيلة إلى آخره، فلم تقم بشيء، لأن هذه الطاقة التي نقصها الجسم استنفذها أنت تعيدها 3 مرات في المساء. ولذلك إذا صمت فلا تأكل في المساء، أقولها إذا صمت فلا تأكل في المساء، يعني أقول لا تأكل يعني لا تأكل يعني وجبة كبيرة، ما لا تأكل طبعا ستفطر وستأخذ أشياء بسيطة، شربة خضار حساء شعير أو حتى شيء من الخبز مع زيت أو شيء هكذا، تمر ماء دافي يعني شيء، هذه أشياء لا نتكلم عنها. فقط في الإفطار فقط لما تفطر تأكل شيء بسيط وتتوقف تشرب ماء، ثم في اليوم الثاني إن شاء الله ستأكل، ستفطر مع الصباح وستأكل في اليوم، هذا يعني يكون مشكل. هذا النظام ملخص، ونحن نتكلم لمدة 20 دقيقة وأكثر، وأن الناس إما أن لا يفهمون الخطاب أو إنهم ينتظرون شيء، ينتظرون مني أن أعطي خلطة فلا أعطيها، فيكونوا لا يستفيدون من هذا الكلام، هذا الخطاب. وفي الأخير ستبدأ الأسئلة، يعني أنا عندي يستمع للشريط حول الخلل الهرموني، ثم في الأخير يقول هل هناك طريقة لتسوية الهرمونات؟ يعني غريب، يعني نحن نستغرب كل أشياء تكلمنا عنها وبدأ الناس يسألون عن نفس السؤال وكأنه لم يستمع للشريط، غريب. سيأخذ وقت إنسان ويستمع وينتبه، ليس يستمع، يستمع وينتبه، لأن الكلمات التي أقول هي كلمات عند معنى ويجب أن يفهمها الناس كما هي. أنا مسؤول عما أقول ولست مسؤول عما تفهمون، أقولها مرتين، أنا مسؤول عما أقول ولكن لست مسؤول عن الأشياء التي يفهمها الناس، ربما يفهمون على أهواهم أو كانوا ينتظرون شيء أو يريدون شيء أو يريدون أن يجنبوا هذه الأشياء لكي يسقطونها فيما يريدون إلى آخره. فهذا الشيء واضح أن بأغذية ليس هناك خلطات، ليس هناك علاج، ليس هناك حتى يعني صرف هذا يعني حتى المصروف، يعني حتى من ناحية المادية من ناحية الأموال شيء عادي، يكتفي الناس بما لديهم في منازلهم، بالعكس سينقصون يعني المصروف الدار سينقصون منه. فهذه الأشياء طبيعية، أن يتوقف الناس عن كل الأشياء الصناعية والأشياء الحيوانية واضحة بسيطة ما ناش مشكلة، ثم أن يتناول الناس النظام النباتي ويدخلوا فيه سمك ويدخلوا فيه زيت الزيتون ويدخلوا فيه البقوليات، حمص، فول، عدس إلى آخره، ثم هذه البذور ألا ينسوها، ألا ينسوها فقط، مشي إليه ألا ينسوها، أن تدخل للنظام شيء منها، شيء منها، واحد اثنين جوج عليين شيء موجودة، يعني الحلبة وحبر شاد والسمسم وحبة الكتان والحبة السوداء، هذه كلها نفس طريقة، يعني حتى لينسون الشمرة، لينسون الشمرة لا الشخص، يعني هذه المرأة أضافت بلعقة صغيرة من كل واحد في الخبز أو في الحساء إلى آخره كأكل، وتأكل فقط يعني وتتحرك، يعني تجوع وتتحرك ويعني يعني تجهد جسمها لكي ترغمه على إعادة هذه الفيزيولوجيا إلى آخره. فإن شاء الله لا أظن أن هذه الهرمونات لا أظن، لأن نحن نتكلم عن حقيقة المرض. خلاصة الأمر أن هذا الخلل الهرموني كما تكلمنا عنه، أن طبعا فيه عوامل قوية جدا، هي يعني هذا الكوليسترول والدسم المشبع مع تناول بعض الهرمونات، ثم هناك هرمونات كذلك تأتي من الأغذية، يعني هذه الهرمونات التي تستعمل يعني في إنتاج اللحوم والحليب والبيض إلى آخره، قد تكون من ضمن هذه العوامل. ثم يعني تكلمنا عن كيف يمكن أن نتفادى الأشياء ونعيد هذا الجسم، نعيد هذه الأشياء إلى أصلها، أننا نتفادى هذه الأشياء أولا، نقطع هذه الأشياء، ثم نلتزم بنظام نباتي لأنه هو مصدر الفيتوستروجين ومصدر الفيتوستيرول ومصدر المضادات للأكسدة كذلك، التي ستلعب دورها لكي تعيد هذا يعني هذا الخلل إلى، تعيد هذا الجسم إلى أصله، يعني كي نتفادى هذا الخلل الهرموني.
ونكمل هذا النظام كي يعني يكون يعني صائم، يجب أن يكون متكامل كذلك، لأن الحركة والجوع، أن عامل الحركة وعامل الجوع، ثم الراحة النفسية طبعاً، هذه جميع الأمراض بدون استثناء، جميع الأمراض يجب أن تكون هناك راحة نفسية، يجب أن يكون هناك، لا يكون إنسان مضطرب متوتر إلى آخره. فلا أظن إن شاء الله لا يكون يعني لا تكون نتيجة. فكيف ما كان الحال فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأسباب هي أسباب ثابتة وأسباب علمية. إن شاء الله نتمنى يعني أن نلتقي في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.